السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب المرحلة الثالثة في قسم شبكات معلومات في كلية تكنولوجيا معلومات جامعة بابل. أعرفكم عن نفسي، أنا الدكتور علاء الدين عباس، دكتوراه علوم حاسبات، وراح أعطيكم المحاضرات الخاصة بمادة الموبايل فاندمنتالز أند بروجرامينج. اليوم طلاب راح ناخذ محاضرة نعتبرها كبداية introduction لهذا الكورس. محاضرتنا اليوم عنوان Understanding Mobile Programming and Applications. طلاب هذا الكورس بصورة عامة، مو بهاي المحاضرة، راح نستعرض المبادئ والتقنيات الأساسية اللازمة لبناء تطبيقات للأجهزة المحمولة، وكذلك راح نقدم لكم تصميم تطبيقات الأندرويد على الأجهزة المحمولة وتنفيذها، وكذلك راح نعتبرك تصمم تطبيقات من الصفر بس على اعتبارك انت تعرف لغة اساسيات لغة الجافا. على اعتبار انت بداك الكورس اخذتو جافا بروغرامينج، وراها راح نتعلم شلون نسوي الاعدادات للاندرويد ستوديو. طبعا الاندرويد ستوديو طلاب راح ننزل عليه محاضرات عملية شلون ننصبه وشلون نبرمج عليه. الاندرويد ستوديو هو المكان اللي راح نكتب بيه الكود مالتنا وننفذه. طبعا بهذا الكورس كوصف عام راح نعمل مع الاكتيفيتيز المختلفة ونسوي واجهات مستخدم بسيطة لجعل التطبيقات تعمل بسلاسة. طبعا الاكتيفيتيز هي المكان اللي نصمم عليه الابليكيشن مالتنا. الاكتيفيتيز يعني مثل الفورم بالابليكيشن مال البي سي. كذلك في هذا الكورس راح نقدم فحص دقيق لبرمجة الأجهزة المحمولة، ويتم التركيز طلاب هنا يتم التركيز على تطوير التطبيقات كمجتمع يعمل على نظام الأندرويد. أندرويد ليش الأندرويد؟ لأن الأندرويد هو النظام التشغيل الأكثر انتشار حاليا بالسوق. كذلك احنا راح نتخصص كبرمجة نظام الأندرويد ونتطرق للأنظمة الباقية. عن أهداف هذا الكورس إنه نتعلم أساسيات وشروط تطبيقات الهاتف المحمول، أنواع ووظائف أنظمة التشغيل المحمولة. طبعاً عندنا كثير من أنظمة التشغيل الخاصة بالهواتف، وراح نشوف شنو أنواعهن وشنو الفانكشن مالتهن. كذلك راح نقارن ونوجد الاختلافات بين تطوير الابليكيشن للبي سيز انفايرمنت وكذلك بالاجهزه الهواتف المحموله. وبعدين راح نقارن ونشوف اساليب التباين لتطوير التطبيقات. بالنسبه لدرجتكم طلاب، هذا الكورس راح تحتسب من ميد اكزام، حسب الاكزام، كذلك تسوي كوزات، وكذلك راح تكون لابس على اعتبار احنا عندنا ظرف وراح تكون فيديوية. راح اطلب معكم انه تنصبون اللغة وتسوون عليها بروجكتس هي المادة اللي ناخذها تنفذوها، وكل واحد يشرح لي فيديو شلون، طبعا كل جروب راح يشرح لي فيديو شلون نفذوا المادة، مو كل المادة لا جزء من المادة راح نخصصها لكل تيم. وكذلك راح تكون درجات على الحضور مالتكم بالمحاضرة ومشاركاتكم. وبعدها راح هذا كله راح يكون للسعي، راح يكون اكو فاينل اكزام ان شاء الله ورقي. البروجكت راح يكون تيمات، وهاي التيمات راح نختارها عشوائيا ومع امكانية انه ندور بعض الاعضاء مال التيمات. وراها راح يكملون البروجكت سون صمت له سون ريبوتش عليه وسلايدز تعرضوا لي اياها فيديو، وراح نقيمكم وراح نتيح المجال لبقية الطلاب يسألوكم عن المشروع مالتكم، وهو هذا اللي راح يحدد الدرجة مالتكم بالبروجكت. طبعا هذا الكورس راح ناخذ هاي المواضيع، المفروض هو اكو 15 اسبوع، احنا راح نقدر راح نغطي اكثر عدد من المحاضرات
الممكنة حسب اللي نقدر له. طبعا راح ناخذ هذا بالنظري، ناخذ هذا بالعملي، تقدرون تطلعون عليها. نجي كإنترودكشن، خلنا نطب المحاضرة ونشرح شنو هو الابليكيشن ديفلوبمنت. عن يشبه تطوير تطبيقات الهاتف المحمول بصورة كبيرة لتطوير تطبيقات الويب، يعني ويب ابليكيشن تشبه الموبايل ابليكيشن. كما انه له جذور في تطبيقات البرامج التقليدية اللي نشوفها على البي سيز. مع ذلك فان احد الاختلافات الحاسمة هو ان تطبيق الجوال اللي ينصح الاي بي بيز، نقول اي بي بيز معناها تطبيقات الهواتف، ابلكيشنز معناها تطبيقات البي سيز. هذني اكو اختلاف حاسم بين تطبيقات البي سي، انه غالبا ما تتم كتابة الاي بي بيز خصيصا للاستفادة من ميزة فريدة يوفرها جهاز محمول معين. على سبيل المثال مثلا احنا من نكتب تطبيقات العاب للاستفادة من الايفون اكسليريتر وهكذا، ايفون اكسليريتر نستفاد به بتطبيقات العاب، او مثلا اكتب تطبيق للاستفادة من الكاميرا، مثلا الكاميرا موجودة بالبي سيز في اغلبهن، او تطبيق للاستفادة من الجي بي اس. اذا اكو ميزات معينة بالفون دائما تطبيقات للاستفادة من هاي ميزة معينة. طبعا احد الطرق للضمان ان التطبيق تظهر الاداء الامثل على أجهزة معينة هو تطوير التطبيق أصلا على هذا الجهاز، يعني لهذا الجهاز فقط. راح نشوف شنو معناها. معناها أنه أنا من أي أطور التطبيق يقول أنه هذا مو بس مو للأندرويد، إنما للجالكسي S10 وأمشي حسب هذا، أنه جالكسي S10 شقد البروسيسور مالته، شقد يقدر يعطينا من الرام، شقد أقدر أستخدم الميزات مالته، حسب ميزاته أطور تطبيقي، راح يكون تطبيقي أضمن الأداء الأمثل إليه. نجي على أبسط أنواع التطبيقات الهاتفية اللي أروح أنسخ تطبيق البي سي وأسوي مثله خاص للهاتف، يعني التطبيق موجود هناك أنا أسوي مثله يشبهه للموبايل ديفايس. أما الأكثر تعقيد هو اللي من أطوره خصيصا لبيئة الموبايل انفايرمنت والاستفادة من كل قيوده وميزاته. على سبيل المثال يتم إنشاء تطبيقات التي تستخدم ميزات المستندة إلى المواقع خصيصا، يعني أبني فد أبليكيشن للاستفادة من ميزات الموقع، يعني مثلا أبليكيشن أقول يحدد لي وين موقعي أنا، وين موقع تليفوني إذا انسرق، وين موقع تليفون صاحبي. هذا إذا استفاد من ميزة اللوكيشن اللي موجودة فقط وين بالموبايل. هاي راح تكون هاي نوع الابليكيشن يختلف عن النوع اللي استخدمه من البي سيز. نجي للاو اس، الموبايل او اس، نظام تشغيل الاو اس هو عبارة عن مجموعة من البيانات والبرامج التي تعمل على الموبايل ديفايس. يدير الاو اس هذا يدير الاجهزة ويجعل من الممكن للهواتف الذكية والاجهزة اللوحية تشغيل التطبيقات. كذلك بعد شو يسوي؟ يبدأ نظام تشغيل الهاتف المحمول، عادة عنده تشغيل الهاتف، وراح اشوف من اشياء الهاتف، راح اشوف الشاشة بها ايقونات تفيدني تقدم لي معلومات وتوفر لي وصول للتطبيقات. هاي الشاشة هي اول شاشة او اليوزر انترفيس للاو اس. كما كذلك تدير انظمة التشغيل المحمول اتصالات الشبكة الخلوية واللاسلكية وكذلك الوصول الى الهاتف. انظمة التشغيل بالسوق يعني متنوعة ومختلفة للهواتف الذكية والأجهزة أجهزة الكمبيوتر اللوحية. من أهمها بالسوق عندنا الأبل آي أو إس والجوجل أندرويد والريسيرش إن موشن بلاك بيري أو إس والنوكيا سامبيان والبلان.
كذلك عندي البلام او اس اللي هو خاص بالهاولات، وعندي مايكروسوفت ويندوز اللي خاص طبعا ويندوز 8 فما فوق. هذا يعني ممكن اعتباره كموبايل او اس، كذلك بي سي او اس، يعني بي سي يعني او اس خاص للكمبيوتر وكذلك خاص للموبايل. طبعا ترتبط معظم أنظمة التشغيل بأجهزة معينة مع القليل من المرونة، ترتبط في هاردوير معين بس بيها بعض المرونة، بحيث أنه ممكن للمستخدم كسر الحماية وكسر بعض الأجهزة، مما يسمح له بتثبيت نظام تشغيل محمول آخر أو إلغاء قفل الـ RSA Applications. يعني أنه أكو بعض اليوزريات راح يشوفهم يقدرون ينصب الأندرويد مثلا على جهاز النوكيا، يعني طريقة معينة. طبعا إحنا هنا نتكلم عن الأبغريدينج بالنسبة للموبايل أو السمارت فون، معناها أبغريدينج للأو أس، من أقول أنا يسوي أي أطور جهازي أسوي الأبغريد، معناها دا أقول إنه أنا أسوي أبغريد لمن للأو أس مالته نظام تشغيل. طبعا طلاب أكو مجموعة من الريفرنسز هاي أرجو إنه تبحثون عنها وتطلعون عليها من محاضرات مأخوذة منها، وهي كلش مفيدة وغنية بالمعلومات المفيدة كلش لبرمجة وتطبيقات الموبايل. شكرا جزيلا طلاب لاستماعكم وانتهت المحاضرة لهذا الحد.